وبمناسبة هذا الشهر الكريم الناس كتحتاج العسل، كتصايب به الحلويات، كتصايب به الشباكية ومعسلات، جميع المعسلات. بغيت نشارك معكم هالطريقة ديالي ديال العسل اللي كنديرها، بغيت نجربها معكم، ونتمنىها تكون عندها حسن الظن. كنحتاجوا في هذه المقادير، كنحتاجوا واحد القالب ديال السكر الوزن ديالو 2 كيلو، كنحتاجوا ايترو ديال الماء زائد كاس ديال العلبه، كندير فيه انا ايترو ديال الماء مع كاس ديال العلبه زائد كاس ديال العلبه ديال الماء، واحد نص كاس ديال الماء زهر، واحد الحامضه متوسطه هكا، كناخذ واحد العريش ديال الزعتر او الزعتره، كنحتاج واحد 7 ديال القرنفلات، كيعطينا فيه واحد الرائحه واحد المذاق ديالو زوين، شي 7 القرنفلات 8. ونبدا معكم الطريقه على بركه الله. بسم الله، كناخذ القالب ديال السكر كنحطوه بحال هكا، وكنخوى عليه الماء، كنخوى عليه بحال هكا الماء، داك الايترو ديال الماء، وكنزيد ايترو مع داك الكاس ديال العلبة، وكنخلو الا درنا هذا العسل بحال هكا مع الصباح، بديناه مع الصباح، كنخلو حتى العشيه باش كيذوب لنا داك السكر اللي فاش نعاود ندير معكم المقادير الاخر، ارجع معكم بما يذوب لي السكر. هنا السكر، خلينا تدابينا داك السكر مزيان بحال هكا، كنزيدو عليه المقادير اللي ذكرت معكم، كنزيدو حامض، كنقطعوه بحال هكا، بسم الله، كنرموه في هذا، على هذا الشكل نرموه في هذا الطنجرة. كنجيبو واحد زويف بيض بحال هكا، كندير فيه هذا الزعتر باش ما يتحتتش لينا في العسل ملي يطيب، هو هاد القرنفل، كنحزموه بحال هكا بهذا الشكل، ما كنديرش انايا اتاي، حيتاش اتاي كيعطي واحد المذاق ما زوينش، كدير بحال هكا. ونسيت معكم عويدات القرفه، غنجيب عويدات القرفه نديرهم حتى هما، هي نسيتهم، نسيت معكم قبيله عويدات ديال القرفه، واحد العويدات بحال هكا كنديرهم حتى هما مع هاد الكموسه ديال الزعتر وهذاك قرنفل، وهاد العويدات ديال القرفه كنديرهم كاملين في كموسه، كنسدو عليهم بحال هكا، كنديرهم وسط هاد الطنجره، كنخلوهم باش ما يتحتتش لينا داك الزعتره ولا الزعتر في هاد الخليط، وكنحطوه. اما بالنسبه لكاس ديال نص كاس ديال الزهر، كنخلوه هو الاخير حتى كيطيب لينا العسل اللي فاش كنزيدوه عليه، كنردو هذا الشيء كامل، كنحركوه حتى مزيان، وكنردوه فوق البوطه لمده 45 دقيقه، العافيه ما تكونش مجهده بزاف، تكون متوسطه، 45 دقيقه ونطفو عليه، وانا غنديرو دابا فوق النار وشويه ورجع معاكم بعد ما يطيب. دابا درتو معاكم فوق البوطه وغنخليه حتى كيطيب على خاطرو، الوقت 45 دقيقة ورجع معاكم إن شاء الله. العسل بعد ما طاب لينا فوق النار، كنزيدو واحد نص كاس ديال الماء الزهر اللي قلت لكم قبيلة، وكنخلوه واحد شوية، كنحركو واحد شوية وكنخلوه. بالنسبة هو يا كيجي بحال هكا، كنخلوه دابا الا صايبناه مع الصباح كنخلوه حتى العشيه حتى يبرد لينا على خاطرو، اللي فاش راه كيعقد
كيبقاش بحال هكا، اللون ديالهم كيولي احمر بحال هكا، اللون ديالهم كيتغير. وبالنسبه لديك الكموسه اللي كدرت معكم ديال الزعتر، تحلت ليا في هاد فيها الطنجره، ملي غيبرد غنخليه غادي نصفيه وغادي نرجع معكم. بالنسبه للعسل غتخلوه حتى يبرد، الا طيبتوه مع الصباح غتخلوه حتى العشيه، ولا طيبتوه في العشيه تخلوه حتى الصباح، ما ديروش فيه الحلوى حتى يبرد على خاطر. ورجع معكم بعد ما نصفيه وتشوفوا الشكل ديالو النهائي. بعد ما برد لينا العسل، هذا هو الشكل ديالنا النهائي. كي كيجي كيجي على هذا الشكل، كيجي عاقد. بالنسبه للعسل خاصو يكون عاقد ما يكون جاري، الا بغينا نديرو فيه الحلوى الشباكيه وداكشي ما خصناش نخلوه جاري، خاصو يكون لا عاقد بحال هكا على هذا الشكل، باش تشد ديك الحلوى تشد في هذاك العسل ماشي دغيا كيسيح هكا على هذا الشكل. ولا عجبكم هذا الفيديو نتمنىكم دعموني بلايكات ديالكم وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش يوصلكم دائما الجديد، وعواشركم مبروكه ورمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه يا ربي وطول العمر.